الثقافة هي المكون الأساسي لهوية الشعوب وقوتها الناعمة، وكانت الدولة المصرية عبر آلاف السنين ملهمة للعديد من الحضارات حول العالم. خلال أعوام مضت قبل 2014 عانى قطاع الثقافة والفن من توقف عجلة التطوير ودعم اكتشاف المواهب وتهالك البنية التحتية للعديد من قصور الثقافة والمسارح القومية وغيرها من التحديات التي أوجبت أن يكون قطاع الثقافة على رأس أولويات الدولة المصرية خلال العشر سنين اللي فاتت. وبدأت الخطة بتطوير وإنشاء قصور وبيوت الثقافة في مختلف محافظات الجمهورية. الفترة اللي فاتت في مجال الثقافة شفنا تطور كبير بيحصل، يعني هو الدولة مركزة دايما أنه الشباب اللي طالع جديد يطلع واعي. وجاء على رأس هذه المشروعات المشروع القومي لإنشاء مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 127 فدان لتصبح منارة للإبداع الفني والثقافي، والتي تحتوي على دار أوبرا عالمية وعدد من المسارح المختلفة، بالإضافة لمكتبة ضخمة ومتحف للفن المصري. بالإضافة إلى ذلك تم إنشاء مركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة ليكون منبرا جديدا للثقافة الإسلامية. كان دعم وتطوير الفن والدراما المصرية واللي تعتبر أهم عناصر القوى الناعمة المصرية هو محور أساسي لتحرك الدولة خلال السنوات الماضية، حيث تم إنتاج أكثر من 300 عمل درامي قام بتنفيذهم أكثر من 32 شركة إنتاج مصرية بإجمالي استثمارات تخطت العشرين مليار جنيه. بالإضافة لذلك تم إطلاق منصة واتشيت الرقمية، واللي تمكنت في خلال سنوات قليلة كسب حصة سوقية كبيرة في مصر والدول العربية، وإنتاج العديد من الأعمال التي تخاطب الشباب وتجدد أفكارهم. وعدت مصر قبلة للمهرجانات الفنية المتنوعة لتكون نافذة العالم على فنون مصر والعالم العربي. وتم ذلك بتنفيذ ودعم أكثر من 20 مهرجان محلي ودولي بمحافظات مصر المختلفة، زي مهرجان العالمين الجديدة ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، واللي مكن الدولة المصرية من اكتشاف مواهب فنية وثقافية. واهتمت الدولة المصرية بتطوير معارض الكتاب وتنظيم وإطلاق مسابقات فنية وثقافية، مع تخصيص مسابقات للقادرون باختلاف من ذوي الهمم. واهتمت الدولة بإقامة الكثير من تلك الفعاليات في قرى حياة كريمة. الثقافة دلوقتي بقت حاجة أحسن، بقت تتطور، بقى في حق وحقوق للمسرح أكتر عن الأول. دلوقتي بقينا الشباب بيحب يقرأ ويستكشف العالم. ومن أهم مؤشرات تطور قطاع الثقافة والفنون 8.2 مليار جنيه إجمالي تكلفة المشروعات الثقافية، 2357 نشاط ثقافي تم تنفيذهم، 1368 برنامج تدريبي تم تنفيذه للعاملين بوزارة الثقافة خلال 9 سنين، 148 إجمالي عدد دور المسارح العامة لغاية 2022، بزيادة 88 دور مسرح مقارنة ب 2014، 85 موقع ثقافي تم افتتاحه خلال 9 سنين.